في صعوبات معينة واجهتيها في العمل؟ في كثير. إيش هي؟ والله أصعب حاجة كنت أشوفها في المسلسل غرقها، وترتنا كلنا. أنا كنت خايفة أكثر منها فعلاً على فكرة، لأني أختي وكذا كنت أقول أختي ما بتعرف تسبح، كيف بتفعل؟ يعني لو غرقت من صدق يعني. حتى فعلاً أنا لما الأخوة في المسلسل حتى فعلاً أنا لما أجت قريت النص جالسة أقول للأستاذ عبد الله أستاذ هاشم المخرج أنا اللي بغرق، قال لي أيوه أنا، أنت لا أيوه. كان كل يوم أجي أفتح النص هكذا وأقف له وأفجع البيت وأفجع أمي وأفجع. طيب كلميني، هل أنت صح اللي غرقتي داخل السد؟ هو في مفاجأة حلوة. أيوة إيش هي؟ أعطي لنا. كان هو الإنتاج عمل حركة حلوة. جاب لها الدبلير. أيوة. أنا ما مش يعني عروسة لبسي اللبس هقش دخيلة داخل. يعني مش عروسة. مش ريم اللي طاحت في السد ومش ريم اللي غرقت. مش ريم اللي دخلت في السد، ريم اللي صاحت. حتى إنه كان خوف تبعي، كان خوف حقيقي يعني. كانت أكثر واحدة تربشنا على فكرة. كانت تطلع لعند الكل. صدق دحين انت بتغرق اختي ايوه، وتطلع تجي لعندي تجي تلف لعند الكل. هذه طبعا كانت ساكته وهذه اللي ربشتنا دائما. من داخلي كنت مرعوبه بس سويت نفسي مكابره. طب وصلت للمشهد بدا الرعب في وجهي في ملامح وجهي. الله يحفظ الاستاذ هاشم قال انت خايفه، قلت له ايوه، قال خلاص بنشوف احد كذا قارب لشخصيتك بالنسبه للطول والعرض زي كذا ويدخل بدرس. الحمد لله. لا انت جميله ما شاء الله عليك وشطوره، واحنا حابين انه احنا نستعيد المشهد مع بعض ونتذكره. خلونا نشوفه. تعبت. والله أنا أول ما شاهدت المشهد أول يوم من الحلقة فجع كأنه أنا فعلا. وعلى فكرة مشهد عندما انغرق عندما دخل ما كنتش أنا موجودة من كثرة الرعب اللي حصل لي، رحت راحت بس لما شفته كأنه أنا. يا نبا المشهد أنت لما عملتي من كان البديل بدالك على من أنت عملت النطة؟ الأستاذ أسامة. الأستاذ أسامة من؟ أسامة كلاكيت. كلاكيت كان ماسك كلاكيت سمينا هناك. ايوه طبعا هو كمان بيمثل معنا انه في شخصيه وحيد. فعلا انا بذلت جهد جدا، حمل الماء، سطول ملا الماء في حجر كذا داخل، فكان سطول نص لا 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 حقها مليانه كانت مليانه ويا ما عجبتني. عاد شوفي المشهد الحين كنت احمل درجه من الماء خلاص كلها خارج، كنت اعيد كلوز من هنا كلوز من هنا كلوز من هنا كلوز من هنا لدرجة خلاص انهرت فعلا. حسيت قلت هذا وانا لا بس امثل، كيف لما يكون حقيقة كيف بيكون؟ فعلا معاناة جدا يعني المسلسل هذا خلانا نعيش الواقع.